انطلق تدريب صيفي لطلاب مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للتعليم الفني بالأسكندرية للدراسة العملية والمعملية بفروع هيئة مياه الشرب. يتم تدريب الطلاب بالمحطات بأقسام ومعامل شبكات المياه ومراحل المعالجة، وذلك قبل تخرجهم والتعيين مباشرة بفروع شركة مياه الشرب وفروع هيئة الصرف الصحي بالأسكندرية والمحافظات المجاورة. الحمد لله مدرسة المياه والصرف الصحي في محافظة الإسكندرية نقلة نوعية في التعليم الفني، وده استجابة لرؤية القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 ورؤية وزارة التربية والتعليم في التوسع سواء في المدارس النوعية أو في المدارس التكنولوجية على مستوى الجمهورية. المدرسة مدرسة المياه والصرف الصحي في لها ثلاث أقسام في الوقت الحالي، اللي هي تشغيل وصيانة شبكات، تشغيل وصيانة محطات، وعندنا الجودة والمعامل. إن شاء الله طبعا إحنا بنتكلم في محافظة اسكندرية وفي تحول إلى أعمال التحلية بالنسبة للمحافظة، فبالتالي اهتمينا بالتحلية، وإن شاء الله من السنة الجاية هينضاف قسم رابع اللي هو قسم تحلية مياه البحر عشان خاطر يطلع الطالب يستطيع أنه هو يتعامل سواء محطات معالجة، محطات تحلية، محطات تنقية. عندنا أصول في مياه الشرب والصرف الصحي تفوق ال 15 مليار. لما ابننا من المدرسة أو أبنائنا في بقية المدارس يكون عندهم وعي بالدولة بتوفره لصالح توفير خدمة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة واحدة تفوق ال 15 مليار، أعتقد إن هو يعني وده احنا شايفينه ولامسينه فعلا يعني.